اهتموا به. وطال الحصار أياما، جاع المسلمون حتى ذبحوا الحمر الإنسية الأهلية، أرادوا أكلها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رفع يديه إلى السماء يدعو الله جل وعلا أن يفتح هذا الحصن. وبعد أيام قذف الله في قلوب اليهود الرعب، وبإذن الله جل وعلا يدك الحصن الآخر، حصن الصعب، يدك دكا ويقتحمه المسلمون قائلين الله أكبر الله أكبر، ويفر يهود إلى الحصن الثالث. الحصن الثالث توجه المسلمون إليه، إنه حصن الزبير. تقدم المسلمون إلى حصن الزبير. الله أكبر بك عبد الله، الله أكبر بك عبد الله. بعد أن فتح المسلمون حصن الصعب، هرب اليهود إلى الحصن الذي وراءه. هكذا كانوا يفعلون، من قلعة إلى أخرى، من حصن إلى آخر، من جدار إلى الذي بعده. هربوا إلى قلعة تسمى قلعة الزبير، حصنوا فيها طعامهم، زادهم، وماءهم تجري إليهم. فظل النبي يحاصرهم أياما، لم يخترق حصنهم، وكان بينهم رمي بالنبال. فجاء يهودي إلى رسول الله، يهودي يقول هذا الكلام، قال: يا محمد، والله لو حاصرتهم شهرا ما خرجوا، لأن عندهم طعامهم وماءهم إليهم تجري، فلو أنك قطعت عليهم ماءهم لم يستطيعوا الصمود. وفعلا قطع النبي عنهم الماء صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بهم قبل أن يهلكوا من العطش أسرعوا إلى الحصن الذي وراءه، من حصن إلى الذي يليه. أما الحصن الثاني أو القلعة الأخرى تسمى قلعة أبي، قاتلوا فيها قتالا شرسا، من قلعة وحصن إلى آخر، لا يقاتلون المسلمين مواجهة، لا يستطيعون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. إلى اليوم لا يقاتلون إلا من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صار بين المسلمين في هذه القلعة وبين اليهود مبارزات، لكن المسلمين قتلوهم جميعا. وكان آخر من قتل يهود من المبارزين أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، وكان بطلا شجاعا، فلما قاتل آخر المبارزين أسرع إلى الحصن وأسرع المسلمون، فهرب يهود من هذه القلعة وهذا الحصن إلى الحصن الذي وراءه، يسمى حصن النزار. وقد جمع يهود فيه نساءهم وذراريهم، لأنه أقوى حصن في الشطر الأول من خيبر، فجمعوا كل النساء وكل الذراري في هذا الحصن، وقاتلوا قتالا شرسا مريرا، ورموا المسلمين بالنبال وبالحجارة، لكنهم في نهاية الأمر فروا لما نصب النبي منجنيقا وبدأ يكسر حصونهم، وعلموا أنهم مخترقون. ماذا فعل يهود؟ تركوا النساء وتركوا الذرية وهربوا إلى الشطر الآخر من خيبر، كما قال الله فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هربوا وتركوا النساء والذراري إلى الشطر الآخر من خيبر. فتح الشطر الأول من خيبر وبقي الشطر الثاني،
فسار الجيش الإسلامي إلى الشطر الثاني من خيبر، وكان اليهود كما ذكرنا يتحصنون حصونا منيعة. كان من الشطر الثاني حصن لأبناء أبي الحقيق من سادات يهود، وكان هذا الحصن حصنا شديدا منيعا، وكان من عادة اليهود كما ذكرنا أنهم يخزنون الطعام والغذاء وحاجاتهم داخل الحصون. فحاصرهم النبي 14 يوما حصارا شديدا. ربما كان المسلمون في خارج الحصن يعانون أشد المعاناة، لكن إيمانهم بالله عز وجل وجلدهم وطلبهم للقاء الله عز وجل جعلهم لا يبالون، خصوصا وأن الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا إلى خيبر لم يكونوا أي أناس. منع النبي ضعاف الإيمان والمتخلفين من الأعراب والمخلفين منهم أن يخرجوا، فما خرج إلا الخلص من أهل الإيمان. بعد 14 يوما النبي نصب المنجنيق ليهدم هذه الحصون وليخترقها. فلما علمت اليهود بهذا بدأوا بالمفاوضات، طبيعتهم يتظاهرون بالقوة والمنعة، لكن إذا وقف أمامهم رجال فإنهم يتنازلون ولا سبيل لهم إلا المفاوضات. فنزل أحدهم إلى رسول الله يفاوضه، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر على إقامة الصلح. أي صلح بينهم؟ أن يعفو النبي عن مقاتلتهم، وأن يأخذوا سباياهم وذراريهم، نساءهم وأطفالهم، لكن أموالهم، حليهم، الذهب، الفضة، بل حتى الأراضي والزروع والثمار لا يأخذوا منها شيئا. يخرجوا من خيبر ليس معهم إلا ثيابهم التي يلبسونها. فوافقت يهود على هذا، أهم شيء عندهم أن ينفذوا بجلدهم. وفعلا رضي النبي بهذا واشترط عليهم شرطا، قال: فإن كتمتموني شيئا فقد برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله. وهذه قمة الإنصاف والعدالة. نتفق، لكن لو أخفيتم شيئا من الذهب والكنوز والفضة والحلي فلا عهد بيني وبينكم. فقبل اليهود بهذا. وهل اليهود في حياتهم صدقوا ولو مرة واحدة؟ أبدا. خرج من خرج من يهود، وجاء النبي ودخل الجيش الإسلامي إلى تلك الحصون وبدأ الاستسلام الآن. فعلم النبي وجاءته أخبار أن ابن أبي الحقيق أو الحقيق قد خزنوا أموالا، ذهبا وفضة وكنوزا. فسألهم النبي فأنكروا، قال: فإن وجدنا، قالوا: برئت الذمة. فلما فتش النبي بيتهم وجد أنهم قد خزنوا أموالا وذهب